الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لماذا سميت هذه السورة سورة النور؟ بعضهم يقول لأن ما فيها من أحكام تشريعية، وما فيها من آداب خلقية، وما فيها من أصول أسروية، تعد بمثابة النور الذي يلقى على حياة المجتمع. مجتمع بلا آداب، بلا حدود، بلا أحكام، بلا معاملات وفق الحق والكمال، مجتمع في ظلام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور بهذه الأحكام التشريعية، بالأحكام المتعلقة بالنساء، بأحكام الزواج، بأحكام الطلاق، بأحكام حسن المعاملة، بآداب المجتمع، بالآداب التي يجب أن تكون بين أفراد الأسرة. فلذلك سميت هذه السورة سورة النور، لأن أحكامها التشريعية وآدابها الخلقية بمثابة النور الذي يضيء جنبات حياتنا الاجتماعية. الشيء الثاني، هذه السورة تتجه إلى الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع. المجتمع قائم على خلايا، الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. لذلك أكثر أحكام هذه السورة تتجه إلى الأسرة، إلى حفظ الأنساب، إلى الآداب، إلى التعفف، إلى عقوبة الانحراف الخلقي، إلى عقوبة الخيانة الزوجية. كأن هذه السورة تتجه إلى الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. شيء آخر، هذه السورة بأكملها أيضاً تتجه إلى ترسيخ القيم الخلقية في المجتمع. فالمجتمع من دون قيم خلقية مجتمع حيواني، مجتمع بهيمي، تتحكم فيه الغرائز والانفعالات السفلية، تتحكم فيه النزوات. مجتمع من دون قيم خلقية مجتمع كالبهائم. لذلك تتجه عناية هذه السورة إلى الأسرة تارة، وإلى القيم الخلقية التي ينبغي أن تسود المجتمع تارة أخرى. يعني مثل نضربه للتوضيح، لو أن بيتاً فخماً بني على أحدث طراز، وأسس بأفخر الأساس، وجهز بكل التجهيزات، فيه كل الأدوات والآلات، لكن هذا البيت ليس فيه نوافذ وليس فيه إضاءة، فما قيمة جمال بنائه؟ وما قيمة جمال أثاثه؟ كيف يهتدي الإنسان إلى مداخله ومخارجه؟ إلى استعمال أدواته؟ إلى اقتناء أجهزته؟ كل ما فيه من ميزات لا تعرف إلا بالنور. لذلك الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنزل الكتاب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فكأن الله سبحانه وتعالى بما أنزل علينا من تشريعات، بما أنزل علينا من كتب، بما بعث فينا من أنبياء ورسل، كأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. لذلك في هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. يعني النور الحقيقة التي تصح بها حياتنا من عند الله، وليس هناك جهة غير الله
يمكن أن تأخذ منها الحقيقة. الحقيقة وحدها من الله عز وجل، لأن الله نور السماوات والأرض. فلذلك هذه السورة سميت سورة النور، لأن فيها إضاءة لحياتنا. في بحياتنا شيء مباح وشيء ممنوع وشيء حرام، أمرنا الله بغض البصر، أمرنا بحفظ الفرج، أمرنا بعدم الاختلاط، أمرنا بالزواج، نهانا عن الزنا، جعل للزنا حداً رادعاً وحداً قاسياً. فهذه التشريعات لحياتنا الاجتماعية بمثابة النور الذي يضيء جنبات هذه الحياة. لذلك سميت هذه السورة سورة النور، تتجه إلى الأسرة أولاً وإلى ترسيخ القيم الخلقية ثانياً. وهذا النور الذي سميت به هذه السورة مضاف إلى ذات الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض. يعني ما من مشكلة تقع في المجتمع إلا وراءها معصية، وما من معصية إلا وراءها جهل. فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل أخرجه من الظلمات إلى النور. وقد وصف هذا القرآن مرات عديدة بأنه نور الإنسان يمشي بهداه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة نور. إنك إذا اتصلت بالله عز وجل قذف الله في قلبك النور، فرأيت به الخير خيراً والشر شراً. فكلمة هذه السورة سورة النور، إن فيها من الضياء وفيها من النور ما يكشف به كل ملابسات الحياة التي نحياها. شيء آخر، لو أن مجموعة من القوارير فيها مواد مختلفة، هذه المواد لا تعرفها، بعضها نافع، بعضها ضار، بعضها عديم الجدوى، بعضها سام، بعضها شديد السمية، بعضها ثمين، بعضها رخيص، قوارير متشابهة فيها مواد مختلفة، فأنت إذا ألقيت عليها نوراً كشافاً فعرفت بهذا النور كل عنصر مما يتألف، وما ثمنه، وما استعماله، وما فوائده، وما مضاره، أو أنه ألصق على كل قارورة لوحة صغيرة تقول لك هذا العنصر كذا وكذا، فوائده كذا وكذا، استعمالاته كذا وكذا. فهذه الكتابة التي يمكن أن تكون على هذه القارورة كأنها نور كشاف. فلما ربنا عز وجل يقول هذا حرام وهذا حلال، هذا نافع وهذا ضار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هذه نور. يعني الأحكام الشرعية نور تهتدي به. حينما تغض بصرك عن محارم الله يلقي الله في قلبك حلاوة إلى يوم تلقاه. حينما تغض بصرك عن محارم الله يخلق الله مودة بينك وبين أهل بيته. حينما تغض بصرك عن محارم الله تشعر بالطهر، تشعر بالسمو، تشعر بالقدسية. إذن هذا أمر إلهي بمثابة النور الذي ملأ حياتك ضياء، ملأها بهجة، ملأها سرورا، ملأها سكينة، ملأها اطمئنانا، ملأها سعادة. أي حكم إلهي إذا طبقته كان بمثابة النور في الظلام. هذا النور يبدد الظلام، يذهب الترهات، يذهب الأباطيل. لهذا قال الله عز وجل، أعيد الآية على أسماعكم مرة ثانية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أنت إذا قرأت هذه السورة وطبقت ما فيها خرجت من الظلمات إلى النور. إذا كان هناك اختلاط وكان هناك تجاوز لأحكام هذه السورة نشأت الخلافات الزوجية وانتهت بالطلاق وضياع الأولاد وتشريدهم واختلاط الأنساب، وقد تنشأ معها الجريمة إذا كان هناك عدوان. فلذلك إذا طبقت أحكام هذه السورة كان النور الذي يشع من ثنياتها يبدد الظلام الذي يعيشه معظم الناس. فصار النور بيت فخم بأثاث
غال وأجهزة منوعة ولكن لا نور، ما قيمة هذا البيت؟ قوارير فيها مواد مختلفة، من دون هذه اللصائق ما قيمة هذه المواد؟ لا تعرفها، كيف تستعملها؟ كيف تتجنب مضارها؟ كيف تعرف فوائدها؟ لا تعرف شيئا. لذلك يعني تسمية هذه السورة، أو كما يقولون اسم على مسمى، سورة النور، إنك إذا قرأتها وتمعنت فيها ووقفت عند أحكامها وطبقت أحكامها شع النور في حياتك، شع النور في بيتك. سورة النور. ولا تنسوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: علموا نساءكم سورة النور، علموا نساءكم سورة النور. وسوف ترون إن شاء الله تعالى، إن أذن الله بشرحها إلى آخرها، سوف ترون كيف أن فيها من التشريعات وفيها من الآداب ما لو طبق لأصبح بيت المسلم جنة على الأرض. لو طبقت هذه الأحكام لأصبحت بيوت المسلمين جنات على وجه الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة كما قلنا في الدرس الماضي، هذه الآية الوحيدة التي فيها كلمة سورة، سورة أنزلناها، يعني موضوعات منوعة ولكن يجمعها محور واحد، نظام الأسرة، الآداب الاجتماعية المتعلقة بالنساء، القيم الخلقية المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة، الحدود المانعة والحدود الرادعة. هذا كله يفهم من كلمة سورة، يعني هذه الآيات العديدة التي تشتمل عليها سورة النور، إنها بمجملها تتمحور حول محور واحد، ألا وهو علاقة الرجل بالمرأة، وثانيا النظام الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون سائدا في البيت. هذه السورة يمكن أن تكون من نوع التربية، التربية يعني التوجيهات المستمرة لنقل الإنسان من طور إلى طور، فيها توجيهات إلهية تنقل المسلم من طور إلى طور. هذا الكلام كله ينضوي تحت كلمة سورة. أما أنزلناها، الإنزال يتم من شيء مرتفع إلى شيء منخفض، يعني هذه التشريعات ليس مصدرها بنو البشر ولكن مصدرها إله البشر. هذه التشريعات إنما أنزلت من السماء، والإنسان لا يتقبل تشريعاً إلا إذا كان من عند خالق الأرض والسماوات، لأن الخالق هو المشرع. يعني هذه الآلة إذا صنعها معمل، أية جهة مؤهلة أن تصدر تعليمات تشغيلة، إنها الجهة الصانعة. هي في عالم الصناعة الجهة التي صنعت هذه الآلة وحدها مؤهلة أن تصدر نشرة في بيان طريقة استعمالها وطريقة صيانتها وطريقة أن يكون مردودها أداء مردودا جيدا. فالصانع هو المشرع، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو العليم الخبير وهو الحكيم العليم وهو اللطيف الخبير وهو القدير وهو الغني وهو السميع وهو البصير، هو وحده سبحانه وتعالى يمكن أن يشرع لنا فيما يمس علاقاتنا الاجتماعية. هذا معنى أنزلناها، سورة أنزلناها وفرضناها، يعني هذه الأحكام تطبيقها ليس من قبيل يعني الزيادة، ليس من قبيل التجمل، ليس من قبيل أن تأخذ شيئاً لك أن تأخذه أو أن لا تأخذه، ليس هذا الموضوع. وفرضناها يعني إن لم تطبق ما فيها من أحكام انقلبت حياة الإنسان إلى جحيم، دمر البيت، فسد البيت، طلقت الزوجة، تشرد الأولاد، وهذا يحدث يومياً. ما من طلاق جرى تعسفي أو غير تعسفي، ما من فراق بين زوجين، ما من أولاد قد شردوا إلا بسبب مخالفة لأحكام هذه السورة. لذلك فرضناها، يعني الإنسان ما له خيار. الله سبحانه وتعالى يقول:
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمره. أنت ما لك خيار لما ربنا عز وجل ينزل في قرآنه الكريم حكماً تشريعياً أمراً نهياً، ليس للمؤمن خيار، الخيار قد انتهى. أنت تختار أن تأكل هذا الطعام أو هذا الطعام، أنت هنا مخير. أنت تختار أن تسكن في هذا الحي أو في هذا الحي، أن تقترن بهذه المرأة أو بتلك، ولكن فيما أنزله الله من أحكام تشريعية ليس لك خيار، لقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني الله عز وجل أمرنا بغض البصر. تقول لي إنه والله ممكن، مو ممكن، الزمان صعب، الوقت معقد، فساد عام، الطريق مليء بالنساء الكاسيات العاريات، هذا كلام مرفوض، لأنه ربنا عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يمكن أن يكون الأمر الإلهي إلا في إمكان كل إنسان يطبقه. فلذلك أنزلناها وفرضناها. الفرض، إذا قلت تتوقف حياتي على شرب الماء فشرب الماء فرض، تتوقف حياتي على تنفس الهواء، تنفس الهواء فرض، تتوقف سعادتي في الدنيا والآخرة على تطبيق هذه الأحكام فهذه الأحكام هي فرض من قبل الله عز وجل. لذلك سورة أنزلناها وفرضناها، يعني الأوامر التي سوف تأتي في هذه السورة لا مجال للحل الوسط فيها، ما في حل وسط. يعني دائما يقول بعض الصناع: الآلة ما فيها حل وسط، إما أن تكون وفق ما صممت وإما أن تقف عن العمل. كذلك الإنسان إما أن يطبق هذا التشريع بكل ما فيه بجمله وتفصيلاته، أو أن حياته تصبح حياة منكدة، حياة فيها الشقاء وفيها الهلاك. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، يعني فيها أحكام تشريعية، فيها آيات تعرف بذات الله سبحانه وتعالى، فيها آيات تشريعية وآيات كونية. فالآيات التشريعية فرضناها والآيات الكونية بيناها، فأنت إذا عرفت الخالق طبقت أمره. لذلك يجب أن تعرف الآمر قبل أن تعرف الأمر. أوتينا الإيمان قبل القرآن، هكذا قال أصحاب النبي العدنان، أوتينا الإيمان بالله قبل القرآن. فإذا تعلمت الشرع قبل أن تعرف الله عز وجل فإنك لن تطبقه بل تحتال عليه. أما إذا عرفت الله أولاً من خلال هذه الآيات الكونية، إذا عرفته خشعت له، فإذا خشعت له بحثت أنت عن أمره وطبقت أمره بحذافيره، وطبقته بإخلاص، وطبقته بدقة. لذلك اعرف الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يؤكده الإمام الغزالي رضي الله عنه إذ يقول: العلم بالله وبأمر الله وبخلق الله. فالعلم بالله أن تعرف الله سبحانه وتعالى، أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، أن تعرف لماذا خلقك، لماذا أوجدك، أن تعرف الغاية التي من أجلها أنت على وجه الأرض، أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى حسيب، لن يخلق الإنسان سدى، لن يخلقه عبثاً، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فهذا الذي يعصي الله بالتأكيد لا يعرفه، بالتأكيد، قد يعرف أمره ونهيه، وقد يتبحر بأمره ونهيه، وقد ينال بها أعلى الشهادة. هذا عالم بأمر الله وليس عالما بالله. علامة العالم بالله أنه يخشاه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء علما أن يخشى الله. وعلامة
الذي يعرف أمر الله أنه يعرفه. إذا سألته عن قضية في المواريث، في أحكام التجويد، في أحكام الطلاق، في أحكام البيوع، هذه موضوعات كلها تحتاج إلى دراسة وإلى حفظ وإلى تذكر وإلى أداء امتحان، وتحفظ وتؤلف فيها كتب كثيرة جداً. ولكنك إذا عرفت الله أطعته، وإذا عرفت هذه الأحكام حفظتها. لا يغنيك إلا أن تعرف الله، فإذا عرفت الله فتعلم بعدها كل شيء، لأن كل شيء بعد معرفة الله كالصفر أمام الواحد. معرفة الله واحد هي الأساس. إذا عرفت بعض الأحكام التفصيلية فهذا صفر أمام الواحد، صاروا عشرة. إذا علمت أحكام المواريث عشرة، أحكام البيوع مية صاروا، أحكام النكاح ألف صاروا، إذا عرفت أصول الفقه 10,000. إذا عرفت الأشياء الإسلامية الدقيقة، كل ما عرفت علما أضيف إلى ذخيرتك. فإذا عرفت كل هذه العلوم ولم تعرف الله عز وجل، هذه كلها أصفار، ما في واحد. لأنه لذلك أصل الدين معرفته، كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه، أصل الدين معرفته. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الإنسان لأنه التدين عنده بالفطرة، أحيانا تأتي الشهوات وتأتي الدنيا وما فيها من متاعب تطمس هذه الفطرة، فهذه الآيات للتذكرة. يعني كل إنسان بالفطرة يعرف الله عز وجل، فإذا انطمست هذه الفطرة احتاج إلى مذكرات. لو أن الإنسان كان صافيا، كان بعيدا عن كل مشكلة، بعيدا عن كل قضية، عن كل هم، عن كل إغراء، عن كل ضغط، لو ابتعد عن وحول الحياة تستيقظ منه الفطرة، فطرته تدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى طاعته. هذه النفس لا تسعد إلا إذا أوت إلى الله عز وجل، لا تسعد. جربوا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلذلك الإنسان لا يسعد إلا بالله عز وجل. لعلكم تذكرون، لأن الفطرة طيبة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان بالأصل يعني فطرته سامية، لذلك الأجانب إذا تحدثوا عن بعض الانحرافات الخلقية يقولون إن هذه الانحرافات تسبب شعورا بالكآبة. فعلا، لماذا؟ لأن هذا الشعور بالكآبة هو تحرك الضمير، تحرك الفطرة العالية. الحق حق والباطل باطل في كل مكان وفي كل زمان، والحمد لله رب العالمين.